فنانات تزوجن رجال أكبر منهن بكثير، منهم فنانة يكبرها زوجها بستين عام. بعض النجمات وجدن في قلب رجل أكبر منهم في السن الحب والأمان الذي تحلمن به، وقاموا بتجربة هذا الزواج. بعضهم نجح نجاحا باهرا، ومنهم من فشل فشل ذريع وانتهت قصة حبهما بالطلاق رغم وجود أطفال. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا بكم. البداية مع الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي. على الرغم من فارق السن بينهما الذي يصل إلى 31 عاما، لم تتردد رانيا فريد شوقي في الزواج بالفنان المصري مصطفى فهمي، وذلك بعد قصة حب جمعتهما. وقد استمر هذا الزواج 5 سنوات حتى وقع الطلاق عام 2012 نظرا للاختلاف في طباعهما. بينما أكدت رانيا إنها لم تجد مشكلة في هذا الزواج من شخص أكبر منها بأعوام، لأنه يكون أكثر نضاجة وهدوءا. الفنانة نادين نجيم. لم تخفي الفنانة نادين نجيم أن فارق العمر بينها وبين زوجها هادي أسمر كان يقلقها في البداية، إذا حين تزوج كانت تبلغ من العمر 27 عاما، بينما هو كان عمره 43 عاما، أي أن فارق العمر بينهما 16 عاما. لكنها اعتبرت بعدها أن الأمر ليس مزعجا، وتزوج عام 2012 ورزق بولدين هما هافان وجيوفاني، لكنهما انفصلا بشكل ودي عام 2019. الفنانة مروة حسين. من أشهر القصص التي أثارت تعجب الرأي العام قصة حب وزواج الفنانة المصرية مروة حسين والإعلامي عماد أديب شقيق الإعلامي عمرو أديب، وذلك لكبر فارق السن بينهم والواصل إلى 24 عاما. ورغم كل الانتقادات، إلا إنهم كتب لحبهما الاستمرار حتى الآن. الفنانة المصرية دينا الشربيني. تعيش الفنانة المصرية دينا الشربيني علاقة عاطفية مع النجم المصري عمرو دياب منذ أكثر من 4 سنوات، ولم يؤثر فارق العمر الكبير على هذه العلاقة حيث يكبرها ب 25 عاما، فهو من مواليد 1961، بينما دينا الشربيني من مواليد 1985. الفنانة المصرية سارة طارق. في أغسطس عام 2015 فاجأ الفنان سعيد طرابيك جمهوره بالزواج من الفنانة المصرية الشابة سارة طارق التي تصغره بأكثر من 45 عاما، ولم يخجل الفنان المصري سعيد طرابيك في الظهور مع زوجته ليدافع كلا منهما عن اختياره لشريك حياته. لكن زواجهما لم يدم أكثر من 90 يوما، وأنهى الموت قصة حبهما برحيل الزوج عن عمر ناهز 75 عاما. الفنانة المغربية بسمة بوصايل. تزوجت الفنانة المغربية من النجم المصري تامر حسني والذي يكبرها ب 14 عام، وتركت الفن لتكون أم وزوجة، وصرحت إنها غير نادمة على ذلك. ويذكر أن بسمة بوصايل وتامر حسني تزوج عام 2012 ورزق بثلاثة أبناء هم تاليا وأمايا وآدم. الفنانة المصرية دلال عبد العزيز. لم تنظر الفنانة المصرية دلال عبد العزيز لفارق السن بينها وبين زوجها الفنان المصري سمير غانم والبالغ 23 عاما، بل طردته حتى نجحت في إقناعه بالزواج بها عام 1984. دلال عبد العزيز التي تبلغ من العمر 60 عاما، وسمير غانم الذي يبلغ من العمر 83 عاما، ضرب مثل في هذا الزواج الفني السعيد، وأثمر زواجهما على ابنتين هما دنيا سمير غانم
وإيمي سمير غانم، وحصلوا على لقب جد وجدة بعد أن أنجبت دنيا ابنتها الأولى كايلي. الفنانة اللبنانية نجوى كرم في عام 2000 تزوجت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من متعهد الحفلات يوسف حرب، والذي يجبرها ب 11 عام، وهو الزواج الذي شكل زوبعة بسبب الفوارق الدينية والعمرية، بالإضافة إلى أن يوسف حرب كان متزوجا ولديه 3 أطفال، وانتهى هذا الزواج بعد 2 فقط بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها. الفنانة اللبنانية ديانا حداد تزوجت الفنانة اللبنانية ديانا حداد من المنتج سهيل العبدول في أواخر 1995، حيث كانت تبلغ من العمر 19 عام بينما هو 36 عام، أي أن فارق العمر بينهما 17 عام. واستمر زواجهما لمدة 14 عام، وأسمر عن طفلتين هما صوفي وميار وميرا، ثم انفصل عام 2009. الفنانة اللبنانية أنابيل هلال 20 عاما هو الفارق العمري بين ملكة جمال لبنان السابقة أنابيل هلال وزوجها الدكتور نادر صعب، فهي تبلغ من العمر 34 عام بينما هو 54 عام، وقد تزوج عام 2009 وأنجب 4 أطفال. الفنانة المصرية لقاء سويدان في عام 2007 تزوجت الفنانة المصرية لقاء سويدان من الفنان المصري حسين فهمي، والذي يجبرها ب 35 عام، ولكن زواجهما لم يدم طويلا حيث انفصل عام 2012 بعد خلافات وصلت نهايتها إلى المحاكم. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في تحقيق المعادلة الصعبة في التوازن بين حياتها الشخصية والفنية، حيث حققت نجاحا وشهرة واسعة كفنانة، بالإضافة إلى تكوين أسرة متماسكة ومتحابة. ففي عام 2008 تزوجت من طبيب الأسنان فادل هاشم، والذي يجبرها ب 15 عام، وذلك بعد قصة حب جمعتهما استمرت 3 سنوات وأنجبت 3 بنات. الفنانة المصرية رانيا يوسف أثار ارتباط الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمنتج محمد مختار صدمة كبيرة لدى الرأي العام، وذلك لفارق العمر بينهما والذي وصل ل 35 عام. واتهمت الفنانة المصرية رانيا يوسف بأن هذه الزيجة جاءت بناء على المصلحة، خاصة إنها كانت في بدايتها الفنية. واستمر زواجهما 12 عام، وأسمر عن وجود فتاتين هما نانسي وياسمين. الفنانة المصرية إلهام شاهين تزوجت الفنانة المصرية إلهام شاهين من المنتج عادل حسني، على الرغم من وجود فارق السن بينهم بلغ في ذلك الوقت 30 عام. وقالت إلهام إنها تزوجته طمعا في رجولته وحمايته وعقله. الفنانة هيفاء حسين تزوجت الفنانة البحرينية من المخرج الإماراتي حبيب غلوم عام 2010، والذي يجبرها ب 16 عام. وتعرضت الفنانة هيفاء حسين لسيل من الانتقادات، ولكنها صرحت بأنها مرتاحة مع زوجها ولا تشعر بفارق السن معه. ويذكر أن الثنائي رزق عام 2019 بتوأم ولد وبنت، اختار لهما اسمي سلطان وجواهر. الفنانة والإعلامية المصرية بوسي شلبي تزوجت الإعلامية المصرية بوسي شلبي من الفنان المصري الراحل محمود عبد العزيز، والذي كان يجبرها في ذلك الوقت ب20 عاما، إلا أن الخلافات نشبت بينهما لينفصلا بعد شهر ونصف على زواجهما. ولكن سرعان ما عادت بوسي للساحر الذي كانت تراه فتى أحلامها، وعاشت معه حياة عاطفية سعيدة حتى وافته المنية في نوفمبر عام 2016 بعد أزمة صحية. الفنانة اللبنانية ريما مكتبي في عام 2016
مباشرة تزوجت الإعلامية اللبنانية ريما مكتبية بزميلها عبد الرحمن الراشد والذي يكبرها بواحد وعشرين عاما. وقالت ريما إنه وقف بجانبها أثناء مرضها وخفف عنها آلام العملية التي أجرتها فأحبته لإنسانيته وطيبة قلبه، ولا زال زواجهما مستمرا إلى الآن. الفنانة المصرية نادية الجندي تزوجت الفنانة المصرية نادية الجندي من الراحل عماد حمدي والذي كان يكبرها بسبعة وثلاثين عاما، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 13 عام جاء فيها بابن يدعى هشام قبل أن تنتهي بالطلاق. ووصفت نادية زواجها بعماد حمدي بحب مراهقات وزواج مصلحة لتنال الشهرة. الفنانة المصرية ياسمين صبري تزوجت الفنانة المصرية الشابة ياسمين صبري في أبريل عام 2020 من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والذي يكبرها ب 13 عام، فهو من مواليد 1975 ويبلغ 45 عاما، بينما الفنانة المصرية ياسمين صبري من مواليد 1988 وتبلغ من العمر 32 عاما. وبالرغم من فارق العمر بينهما إلا أن الثنائي أبدوا انسجامهم وتفاهمهم منذ ارتباطهما. الفنانة المصرية فاتن حمامة تزوجت الفنانة المصرية فاتن حمامة من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 وأنجبت ابنتهما نادية، ولكن بدأت فاتن تشعر بالتعاسة بسبب زواجها في سن صغير، فقد تزوجت في 17 عام ووصل فارق العمر بينها وبين زوجها إلى 15 عام، فقررت الانفصال عنه لتبدأ قصة حبها الشهيرة مع النجم عمر الشريف. الفنانة المصرية هنا الزاهد تزوجت الفنانة المصرية هنا الزاهد من الممثل المصري أحمد فهمي الذي يكبرها ب 15 عام، حيث تبلغ الفنانة المصرية هنا الزاهد 25 عاما بينما يبلغ أحمد فهمي 40 عاما. وأكدت الفنانة المصرية هنا الزاهد إنها لم تتوقع الارتباط بأحمد فهمي وأن علاقتهما بدأت عن طريق الصدفة. الفنانة المصرية روجينا تزوجت الفنانة المصرية روجينا من أشرف زكي عندما كانت بعمر 18 عام والذي يكبرها بأكثر من 10 أعوام. ويذكر أن روجينا انفصلت عن أشرف في البداية ولكنهما عاد لبعضهما ليشكلا واحدا من أجمل ثنائيات الوسط الفنية. روجينا وأشرف زكي مع بعض لما يقارب 25 عام، وقد أثمر زواجهما عن اثنين هما مايا ومريم. الفنانة المصرية شيماء مصطفى انفصلت الصحفية شيماء مصطفى عن الموسيقار المصري حلمي بكر بعد زواج استمر 10 شهور فقط. شيماء هي الزوجة التاسعة لحلمي بكر ويبلغ فارق العمر بينهما 60 عاما، حيث كان يبلغ بكر من العمر 84 عاما بينما لا يزيد عمر زوجته شيماء عن 24 عاما. شكرا على المتابعة، ولا تنسى اخبارنا برأيك، هل انت مؤيد او ضد الزواج بفارق عمر كبير؟ وشكرا، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.